رقم 5 بقى عندنا بيقول عندنا ايه؟ بيقول عندنا ان اوب ام ديفرنشيتر، برضه انا شغاله ديفرنشيتر، قايل ان عندي with time 1 متر بير سكند، تمام؟ ده 1 متر بير سكند time constant. اتفقنا التايم كونستنت معناها ايه؟ يعني معناها التاو. هو قايل ان التاو بتساوي 1 متر بير سكند، واحنا عرفنا التاو هي عبارة عن ايه؟ ار في السي. هو بيقول لك ان هي بتساوي 1 متر بير سكند. طيب بعد كده بيقول لك is driven by the rate controlled step shown in the figure. طيب هو مدينا figure كده، حاطط لنا فيه ال Vn وفيه ال ايه ال time بتاعي، تمام. بعد كده بيقول لك assume ان ال Vout هتبقى قيمتها بزيرو initially، يعني اي حاجة غير اللي احنا هنعملها هتبقى قيمتها بزيرو، تمام. هنعرف دلوقتي انا قصدي ايه. بعد كده بيقول لك sketch and label its waveform. طيب انا هرسم، هو كل اللي انا عايزه ارسم واحط البيانات بتاعتي. طيب انا بشتغل differentiator، تعال نكتب القانون. القانون بتاعي بيقول ايه؟ ان الجين بيساوي في اوت على في ان، اللي هو بيساوي ار سي اوميجا. طيب انا دلوقتي هو مديني كل حاجه بدلاله تايم، يعني انا هو مدينا هنا التاو تمام اللي هي ار سي، مفيش مشكله. طب انا عرفت منين انا شغاله تايم دومين؟ هو مدينا في الرسمه ديت رسمه بدلاله التي التايم. يبقى انا لما اجي هحط القانون بتاعي، هحط القانون ده؟ لا، هحط القانون بتاع التايم دومين، اللي هو بيقول ايه؟ ان الفي اوت بتساوي نيجاتيف ار سي، تمام، في دي في ان على الدي تي. طيب هو بيقول كده بقى ان انا هعمل سكتش. احنا اتفقنا لما الخط بتاعي يكون بالشكل ده، يعني لما كنا انا شغالة كده كنا بنقول ان انا ايه ده كده الاوت ده كده المفروض لو انا شغالة كده يبقى انا شغل شغلي كأنه ايه شكل بلصاية كده، يعني المفروض هتبقى شكل البلصاية ديت هو عبارة عن السلوب بتاعي اللي هو التغير بتاع ال RC، تمام. وبعد كده هيجي عند نقطة معينة وهتبقى ايه في حالة الساتوريشن. طيب فانا المرة دي هو مديني الشكل ده، فانا متوقعة من غير ما ابتدي احل ان الشكل بتاعي هيبقى عامل ازاي، هيبقى بلصاية. بس البلص بتاعتي لما هو كان مديني الشكل بتاعي اسلوب لفوق في البوستيف، يبقى انا البلصة هتبقى المرة دي فين؟ هتبقى في النيجاتيف، وهتيجي عند النقطة ديت اللي هي 0.2 متر بير سكند، وهتقف تعمل ايه؟ تبقى عند الزيرو اللي هو الساتوريشن، جزء الساتوريشن. طيب يبقى انا كل ده كده انا يعني شايفة ان الرسمة بتاعتي كده. طيب النقطة دي قيمتها بكام؟ تعالوا نبدأ كده واحدة واحدة نعرف. اول حاجة هو قايل نيجاتيف ار سي، هو مدينا التاو اللي هو الار سي، قايل لي ان هو بواحد متر بير سكند، يبقى انا هحط نيجاتيف واشيل الار سي واحط مكانها 1 متر بير سكند، تمام، مضروبة الدي في ان على دي تي. طيب تعالى نبص هنا، اصلا الفي ان عندي بكام والدي تي يعني بكام. طيب الفولت ان عندي قيمته بكام؟ بواحد. طيب ولما كانت بواحد التايم بتاعي كان بكام؟ كان ب 0.2، 0.2 متر بير سكند. طيب يبقى انا كده جبت ايه؟ كده جبت الايه الفي اوت، ماشي. طيب هتطلع ال V out في الآخر بكام؟ بسالب 5 فولت. طيب يبقى أنا المفروض أنا هحط هنا كام؟ سالب 5. طيب هو قايل معلومة كده في السؤال إن ال V out قيمتها بزيرو initially، يعني بيقولك إن ال V out أي حاجة غير اللي هو مدالي اللي هو في الرسمة، يعني مثلا عند واحد أنا حطيت لما ال VN كانت بواحد والقيمة بتاعتي هنا بتاعت التايم ب 0.2، لأن هي عند واحد كانت ب 0.2 طلعت ب-5. طيب أي قيمة غير الواحد هتطلع بكام؟ ال V out، يعني أي قيمة غير إن ال VN بواحد والتايم بتاعي، يعني لو التايم بتاعي ابتدى يتغير هيبقى ال V out هيبقى initially بكام؟ بزيرو. يعني otherwise، يعني أي قيمة غير إن التايم بتاعي كان ب 0.2 لو اتغير هيفضل إيه في حالة الساتوريشن، اللي هو يقصد بيها إن هي قيمتها بكام؟
بزيرو، عشان كده انا حطيت المفروض اللاين بتاعي بعد الـ 0.2 قيمته بكام؟ بزيرو، ما حصلش اي تغير. تمام.